بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. فضل عظيم لصيام الاثنين والاثنين والخميس والثلاثة البيض. ماذا يخسر تارك يعني سنة الصيام، أو تارك الإكثار من الصيام، أو تارك سنة صيام الاثنين والخميس؟ في الواقع الصيام له مناقب عظيمة لا تحصى. لكن قبل ما أتكلم عن المناقب، هتكلم عن ماذا يخسر المقصرون في صيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض من كل شهر. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. جاء في الحديث الصحيح الذي له يعني أكثر من طريق، ربما خمس طرق أو ست طرق، عن الحسن، عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء وصفراء، ويخرج منها خيول ذهبية مسرقة بالدر والياقوت، لا تبول ولا تغوط خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاءون. فيقول أهل الدرجات الأدنى أو من هما أدنى درجة: يا رب، أعطيت إخواننا ما لم تعطنا، وفي رواية أخرى: أعطيت عبادك هؤلاء ما لم تعطنا، أو بما بلغ عبادك هذه الكرامة. فيقول رب العالمين، كأنه يعيرهم، فيقول رب العالمين: إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون. إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، كانوا يصلوا في الثلث الأخير من الليل وكنتم تناموا. إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون. إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون. إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. رب العالمين ماذا يقول للمقصرين في الصيام، في صيام النوافل؟ كانوا يعيرهم يعني سبحانه وتعالى. فماذا خسر يعني ماذا خسر هؤلاء الناس؟ طبعا انهم كانوا يصومون وكنتم تاكلون، مقصود بها ايه؟ يصومون رمضان؟ لا طبعا، الناس كلها بتصوم رمضان، والا ما كانوش دخلوا الجنه. لو كانوا مقصرين في الصيام ما دخلوا الجنه اصلا، إلا أن يعفو عنهم. لا، لأن هم في الدرجات الأدنى. ليه؟ كانوا مقتصدين. وأورثنا الكتاب الذين أورثنا من عبادنا، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بفضل الله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير. فشوفوا العطايا لا تعطى للصائمين والمتهجدين في الجنة، وسيحرم منها المقتصدين، سيحرم منها المقتصدون الذين كانوا يفعلون الفروض فقط، ويقولوا احنا كده خلاص تمام، ما فيش حاجة. شوفوا دول وصلوا لإيه ودول وصلوا لإيه. دول حرموا من الوصول إلى الفردوس الأعلى، بقوا في الدرجات الأدنى. نص الحديث بيقول كده. فيقول رب العالمين الذين هم في الدرجات الأدنى: يا رب، أعطيت عبادك ما لم تعطينا. فيقول رب العالمين: إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تفطرون. كانوا يصومون الاثنين والخميس وكنتم تفطرون. كانوا يصومون الثلاثة البيض من كل شهر، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة. بالله عليك، لو أن لك أن أباك أوصاك بوصية، سيدنا أبو هريرة يقول في الحديث الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث خصال أو خلال لا أدعهن في صفر واحد: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى. شوف حال الصحابة كان إزاي. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن صوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. عشان كده يعني طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يرفع عمله وهو صائم، وهو من هو المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ لأن رفع الأعمال وأنت صائم يكون أوقع آلاف المرات في القبول، ويضاعف الثواب أضعافا كثيرة. زي ما يرفع العمل وأنت صائم أفضل بكثير جدا من أن العمل يرفع وأنت مفطر. لذلك تفتح أبواب الجنان الاثنين والخميس، وتتزين الجنان يوم الاثنين والخميس للصائمين خصيصا. أبواب الجنة تفتح الاثنين والخميس، لأن ترفع الأعمال بترفع إلى الله، والناس والمجتهدون يصومون الاثنين والخميس، فكأن الجنة تتزين لهم.
ناهيك عن الفضل، ناهيك عن الفضل العظيم للصحة. ثم إن الصيام، صوم الصيام يجبر النقص في شهر رمضان. ما أدراك إن ربنا سبحانه وتعالى تقبل منك شهر رمضان؟ ما أدراك إن الصيام الكامل؟ وما منا صيام كامل؟ إذا كان الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أفضل الناس بيخرج بشطر الصلاة منه، عشان كده عم نكسب بنصلي نوافل، صلي 12 ركعة راتبة وليه؟ عشان نجبر النقص في الفروض. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. أيضا الصيام، رب صائم ليس بصيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا النصب والتعب. فما من يدرك أن الله تقبل منك الصيام؟ أليس هناك رفص ولا ونظر حرام وغيبة ونميمة، كل هذا بيفسد الصيام ويقلل من صواب الصيام. يخرج الرجل من صلاته بشطرها، ثلثها، ربعها، نصفها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. يعني كثير من الناس، بعض الناس بيخرج من صلاته بعشر الصلاة. أفضل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل من صلاته بشطرها، نصفها. ده ابتدى أول واحد بيخرج. لا لا ليه؟ سرحان وجاد. ليس المرء من صلاته إلا ما عقل منها. يبقى انت كده صلاتك، يبقى كلنا صلاتنا نقص. ايه اللي هيكبر النقص؟ النوافل. وهو ده الفرق، ده اللي بيوصل الناس لدرجات عليا. اذا اللي بيضيع الصيام، طب الا تستحي انت لا تحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم اسبوعين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحتفل بميلاده بالصيام من سنين، وبيحتفل بنزول الوحي عليه. وهو من هو؟ الا نحتفل معه؟ ناهيك عن الفضل العظيم او الفائده العظيمه الصحة. صوموا تصحوا، في رواية أخرى جوعوا تصحوا. ما مال ابن آدم وعاء شر من بطنه. 90% من الأمراض بتيجي من 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 من, 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 من الأكل، من الطعام. فالصوم الاثنين والخميس ينقي جسدك من الشوائب ومن الدهون، الكوليسترول، كل النفايات الأسبوعية تخرج. عشان لو تشوف أي إنسان بيصوم من هو صغير، نشأ على الطاعة وعلى الصيام، هتلاقيه عندما كبر في السن يحتفظ بصحته، كلهم بيعيشوا أعمار طويلة، إلا ما رحم ربي. إذا واحد بقى حصلت له حادث أو شيء، لكن معظم الناس اللي بتكسب من الصيام لأن مش بيمرض قد الطعام. لو مش عايز حتى تتبع السنة، حافظ على صحتك، حافظ على الصحة التي أعطاها لك. نحن في حاجة إلى الصيام، يعني كثرة الأمراض وكثرة البلايا. السيدة عائشة والحديث في الترغيب والترغيب عليه وفيه ضعف، أكلت بالنهار فجاءت لتأكل قبل أن تنام، فقال لها: إيه يا عائشة، أجعلت دنياك بطنك؟ مرة الصبح أول النهار وعايز تيجي قبل الليل تأكل تنام؟ قال لها، يقول لها كفاية كده، كفاية مرة. كان بيقول لك كفاية مرة، مش كلت مرة الصبح، عايز إيه تاني؟ شوفوا الصحابة كانوا إزاي، شوفوا بقى الصحابة كانوا بيعملوا إيه، شوفوا كذا. طلحة بن عبيد الله رحمه الله صام 20 سنة متواصل. أحد الصحابة صام 40 سنة متواصل، ما افطرش ولا يوم إلا 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 عيد يوم النحر، عيد الفطر ويوم النحر وثلاث أيام التشريق فقط. 40 سنة أحد الصحابة صام 40 سنة ومات فوق مركب، فلم يروح، لم تتغير رائحة، لم تظهر له رائحة، لم يتغير. تركوه أسبوعا كاملا فوق ظهر مركب، لم يستطيعوا ان يعني ان يدفنوه، لم يتغير، كانه لسه ميت دلوقتي. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص راح سيدنا سلمان الفارسي يزوره، فسال سيدنا ابو الدرداء، ذهب سلمان الفارسي ليزوره، فوجد زوجته يعني زي ما تكون راسه في نفسها، هدوم راسه مبتذله في نفسها، فقال لها: ماري أراك هكذا يعني؟ فقالت له: إن أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يصوم بالنهار ويقوم الليل، يصوم كل يوم. سيدنا عمرو رضي الله عنه عمرو بن العاص قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب ونسب وجمال، فجاء ليزورني، وزوجه في سن صغيرة جدا، عمره 20 عام حتى. فسأل زوجته عنه فقالت له: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل، لكن له لم يطأ لنا فراشا، يصوم بالنهار ويقوم الليل كل يوم، يصوم كل يوم. انا بقول لكم مش تعملوا كده، انا بقول مش تعملوا كده، لكن انا بقول لكم صوموا الاثنين وخميس، صوموا اثنين وخميس، ابدا بالثلاثة البيض، بلاش الاثنين وخميس، ابدا بالثلاثة البيض، فتفتح الله سبحانه وتعالى لك ابوابا من العباد. يعني
شوفوا حال حال سيد امام ابو حنيفه، كان يصوم الظهر ولا يفطر، لا يفطر الا يوم الفطر ويوم النحر وسادس ايام التشريق فقط. السيده عائشه حديث صحيح مسلم، ما رايت عائشه مفطره قط لا في سفر ولا في حضر، عمره شفتها فطر ابدا. سيدنا عروه بن الزبير ابن حواري يسوع صام، الزبير بن عوام واصل ست ايام، مش صام واصل ست ايام لم ياكل، كان اجلد الصحابه في المواصل في الوصال، صح صح، نهى الوصال، اياكم ان تواصلوا فان شئ فان ابيتم الا الوصال فلا تواصلوا الا السحور فقط. واصل بقى ست ايام متواصل، يعني قعد ست ايام ليل نهار ما كانش ولا لقمه، ست ايام ما حصلوش حاجه. انا ما بقولكوش اعملوا كده، بس انا بقول لكم يعني اتقوا الله، ما تستخفوش بالسنن. الاستخفاف بالسنن من علامات الساعه. الاستخفاف بالسنن يعني لن نصل الى ما وصل اليه الصحابه رضي الله عنهم من التمكين والسياده في الدنيا الا اذا اتبعنا سنتهم. ودي سنه الصحابه رضي الله عنهم، الصحابه رضي الله عنهم كانوا كلهم كانوا يصومون ولا يفطروا، يعني مش بيصوموا يصوموا اثنين وخميس، اكتر من اثنين وخميس، معظمهم كانوا بيصوم يعني بيصوم على طول او يوم ويوم. يعني على من اتكلم؟ يعني لو حبيت اتكلم عن الصحابه رضي الله عنهم كلهم كانوا يصومون ولا يفطر، يعني يوم ويوم او كثير منهم كان يصوم ولا يفطر. احد الصحابه راح صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله لم اكل منذ جئتك منذ عام. فقال له صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ خذ من الحرم واترك. صوم ثلاث ايام وافطر ثلاث ايام. لما لقى عنده همه في الصيام قال له صوم ثلاثه وافطر ثلاثه. واحد راح لرسول الله قال له رسول الله دلني على عمل يدخل الجنه. قال له عليك بالصيام انه لا عدل له، مش حاجه زيه. في الحديث بيقول ايه؟ كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. قال العلماء الصيام لا يقدر بحسنات، هيتحط في الميزان، والميزان كان الجبال ما يتحطش بحسنات، انما يفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال لك الصابرون نصف الصبر. الصيام الصيام من اعظم العبادات. الا نستحي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا نستحي من التابعين؟ فاذا كنت عايز وإلا هتخسر يوم القيامه. انهم كانوا يصومون وكنتم تاكلون، فيقول والذين هم في الدرجات الادنى، يبقى ما وصلوش للفردوس الاعلى، حرموا من الفردوس الاعلى، حرموا من الخيول الذهبيه التي تطير بسرعه البرق. سرعة البرق مسرجة بالدر والياقوت أشبه بالبراق. الرسول صلى الله عليه وسلم أورج به إلى السماوات السبع أعظم بكثير من بساط الريح اللي كان عند سيدنا سليمان بيطير به فوق ملكه. حرموا من هذه الخيول، ومش الخيول دي بس، أكيد في أشياء كثيرة أخرى، لأن الفردوس الأعلى والدرجات الأولى من الجنة سيخص الله سبحانه وتعالى أهلها بأشياء لن يعطيها لأهل الدرجات الأدنى أبدا. أمال يعني إيه الفرق بين الفردوس الأعلى وأهل الدرجات الأدنى؟ فهتحرم من اشياء كثير. في عين في الفردوس الاعلى اسمها تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. الناس اللي في الدرجات الادنى هيشربوا التسنيم ده مخلوط بكافور، مش هيبقى صافي. لكن اهل الدرجات الفردوس الاعلى اللي هم مقربون لله سبحانه وتعالى، انت حرمت من جيره الله، حرمت من الفردوس الاعلى، حرمت من الخيول الذهبيه، هتحرم من اشياء كثير، لان انت كنت تقصر في الصيام، تقصر في قيام الليل. فاتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تستخفوا بالسنن. يا ريت كل سمعنا دلوقتي، يا ريت، يعني انت لا تعلم الله سبحانه وتعالى تقبل منك رمضان ولا لا، صيامك كامل ولا مش كامل، اكثروا من الصيام، صوموا الاثنين وخميس، مش قادرين تصوموا اثنين وخميس، صوموا ثلاث ايام بدايه بثلاث ايام، صوم سهل جدا مش زي ما انتم فاكرين، الحكايه كلها صدق مع الله سبحانه وتعالى. اللي بيخليك تصوم 30 يوم متواصل في شهر رمضان مش هيخليك تصوم يومين بس في الاسبوع، هتريح بينهم يومين وبعدين ثلاث ايام. في ناس يقول لك بس انا ما بقدرش ايه؟ هو ليه؟ اشمعنى بتقدر تصوم رمضان؟ اشمعنى بشوف 30 يوم متواصل في رمضان؟ الحكايه كلها صدق مع الله سبحانه وتعالى، لو انت نويت وصدقت النيه مع الله سبحانه وتعالى سيقدرك الله سبحانه وتعالى. بدل ما ان تندم يوم القيامه وانت في الدرجات الادنى عندما تجد نفسك حرمت، لان الله سبحانه وتعالى لن يساوي بين السابقين بالخيرات الصوامين القوامين والمتكاسلين المتخاذلين عن السنن، لن يساوي بينهم ابدا. اللهم بلغت، اللهم ارشد، اقول قولي هذا، استغفر الله. انا هقول اكتب حضراتكم الحديث تحت الفيديو،
اللي بيتكلم عن فضل الصيام والقيام وازاي الناس دي هتصل والناس دي تانية هتحرم، هكتبه لكم تحت الفيديو. لا يعني علّكم لما تقرؤوه تنشروه ونشر هذا العلم فيه ثواب عظيم، ومن علم علما فمن له اجر من عمله بيوم القيامه لا يبقى ذنب. اقول مشان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فيا ريت يا ريت ننشر هذا العلم، ويا ريت نبدا من دلوقتي نتقي الله سبحانه وتعالى ونكسب من الصيام قبل ان تندم يوم القيامه على الثواب العظيم الذي ستضيعه. قولوا قولي هذا استغفر الله.